عماد الحاوي واحمد الحاوي وهم بيصطادوا طريشه او تعبان او قرون. عمليه حيه طبعا. احنا موجودين هنا في غرد او منطقه رمال كثبان رمليه في قريه القلمون. طبعا تعبان شاب قوي يسيب اصلا. بص بص امسك العصايه اهو عشان تبقى برضو. بص مش عايز يسيب اهو. يعني لو العصايه صغيره كان مسكها. لا النهارده بصراحه يعني متعتونا ان انتوا النهارده مصطادين تعبانين مع بعض. لا والتالت بينده عليكم وانا سامع كمان ان هو سعد الحاوي ابن الصحراء. فرجتنا واحنا وانت بتصطاد تعابين. حاجه مرعبه بجد. مهنه صعبه جدا. طيب انت بتتكسب عيشك من الموضوع ده؟ لا والله. يعني هي الفكره كلها ان هو خير ولله ان انت بتمنع عن الناس الاذى. صح. طب انت بتقعد مثلا تقتفي الاثر قد ايه؟ يعني مثلا ممكن من الساعه 8 لحد 11 12 1 وانا مشي الاثر. يعني بالساعات استاذ احمد. طب انا سمعت ان حضرتك يعني تعبان مركب دعامات وحاجات من كده. هل المجهود الكبير ده ولا بحس باي حاجه؟ بحسش باي حاجه وانا مشهور التعبان. اجيبه بقى وانا راجع للمكنه بتاعتي او المكان اللي انا جيت منه بتعب ماشي وبقعد زي ما انت شايف. لكن وانت طالع رحله الصيد والله ولا احس باي حاجه. انت طبعا معاك اخوك الاستاذ عماد ده بيساعدك. ارن عليه اي وقت لما اكون مزنوق في تعبانين ثلاثه اربعه بيتقابلوا معايا مره واحده. لازم ارن على عماد يجي يعني محترف برضه. بسم الله ما شاء الله. انت قلت لي من شويه ان عندك تقريبا اكتر من 28 تعبان في البيت. مربيهم. مربيهم. دول بتاكلهم ولا ما بتاكلهم؟ انا كده كنت بموتهم. مثلا ليه بورس، ليه حاجات صغيره، بضع صفير، اي حاجه بحطه. تمام. غير كده ما بسالش فيه. يعني ما بتهتمش، مش مربيه تربيه، انت مصطاده بس عشان تمنع اذى. كبير شويه تمام لوجود الدهن فيه. ده استخداماته ايه؟ يعني بيعملوا ايه بالدهن ده؟ الدهن ده تقريبا بيستخلصوه بيحطوا عليه زيت زيتون وزيت كتفور وشويه زيوت كده. بيعملوه الم المفاصل والضهر، مساج للمفاصل والحاجات كده. بيسحب كل الاوجاع اللي موجوده في الجسم. استاذ احمد يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب، وربنا يشفيك باذن الله. احنا فرحانين ان في حد يعني طالع لوجه الله بيصطاد التعابين عشان يمنع الاذى. استاذ احمد ربنا يكرمك، واحنا فرحانين جدا ان احنا كنا موجودين معاك النهارده. اشكرك جدا. احنا متشرفين بيك قوي. تسلم لي. تسلم لي. شرف لي.